الآن كل الذي يجري في السودان، كل التفريط الذي تم في السودان، تفريط في أمنه، في اقتصاده المنهار، سيادته المسلوبة، كل هذه الأمور يتحملها المجموعة اللي تحملها برهان ومن معه الآن من عسكريين، هم الآن الذين يشرفون على ضياع هذا البلد، لأنهم عندهم السلطة وعندهم القرار. يعني السودان خضع للإملاءات الخارجية بسبب هؤلاء، السودان خضع للاستصغار، يعني حتى من الجوار بسبب هؤلاء الموجودين، الانهيار الاقتصادي الموجود الآن بسبب هؤلاء الموجودين، سوء الإدارة بسبب هؤلاء الموجودين، الانهيار الاجتماعي الموجود الآن وعدم الجدية في معالجة قضايا السودان بسببهم. الآن السودان على شفا الانهيار الكامل والانقسام والتمزق كله بسببهم. الآن لا توجد دولة، لا يوجد مركز قرار حقيقي قوي متماسك يستطيع أن ينقذ هذه البلاد. كل الكلام اللي قاله مني صحيح، وفي كلام ينطبق على مني نفسه لأنه أيضا حاكم لمنطقة أكبر من فرنسا، دارفور. دارفور الآن لا تزال تشهد أيضا صراعات وتشهد موت. كل هذه الأمور يتحملها الحاكمين الآن، لا عندهم رؤية، لا عندهم تصور لكيف يحكم السودان، لا يستطيعوا اتخاذ قرار واحد صحيح. يعني تخيل إنه بلد الآن تعيش ظروف المدارس فيها مغلقة بسبب فئة موجودة ما عندها أي شرعية، لا عندها شرعية نقابية تدعو لها، لجنة معلمين كل أحزاب يسارية قرارها الأساسي تدمير البلد، تدمير التعليم، تدمير المجتمع، ده كله اللي بيحصل. كيف سلطة موجودة ما قادرة تعالج مثل هذه الأمور؟ كيف سلطة موجودة لا تستطيع أن توفر مجرد الأمن في عاصمة البلاد؟ توفير الأمن في الحواضر وفي الأرياف دي مسؤولية أولى للحكومات. كيف لا تستطيع سلطة أن تعمل هذه الأمور؟ لا تستطيع سلطة أن يعني تقدح أمل، فقط أمل في نفوس السودانيين. أمل ليس بشعارات، أمل حتى بأقوالهم. يعني هم نفسهم بيجي يعني يزيدوا الإحباط الموجود عند المواطنين. هم اللي بيتحدثوا عن انهيار الدولة، هم اللي بيتحدثوا إنه ما في حكومة، هم اللي بيتحدثوا إحنا ما قادرين، هم اللي بيتحدثوا إنه نحن بنتبع للسفارات، فرض علينا هذا الاتفاق. يعني السلطة السياسية الموجودة هي التي تعبث بالسودان وتمرق هذا السودان وجهه وأنفه في التراب.